أتمنى أن تكون معلوماتي خاطئة. قرار صادم جدا يتخذه صلاح قريبا. قال الصحفي فيصل زيدان في تويتة على موقع تويتر إن محمد صلاح سوف يتخذ قرار صادم جدا، وإن الصحفي فيصل زيدان متخوف إن يكون معلوماته اللي جاب منها خبر صلاح أكيدة، لأن لو المعلومات أكيدة الموضوع سيسبب حزن للجميع. ورد عليه بعض المتابعين على تويتر إن هم يتوقعوا إن صلاح ممكن يعتزل اللعب دوليا، وأيضا نشرت بعض الصحف خبر اقتراب موعد اعتزال صلاح دوليا. هل الموضوع ده صحيح؟ هل من وجهة نظرك كمتابع شايف ان صلاح ممكن يعتزل دوليا بعد اخفاق مصر في كأس الامم الافريقية، ام هذه مجرد اشاعات؟ السلام عليكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مهندس كورة، اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا ظهرت شوية اخبار امبارح كده يعني غريبة شوية، بتقول ان محمد صلاح على اعتاب اتخاذ قرار صادم. انا مش عارف ايه هو القرار، لكن الناس كلها خمنت يعني، او معظم الناس بدأت تخمن ايه هو القرار، محمد صلاح هيعمل ايه. بس ما فيش قرار صادم. يعني انت مثلا لو مشيت بالليفربول اعتقد ده مش صادم، يعني صادم لجماهير ليفربول بس مش صادم للناس كلها، لان الخبر اللي نازل في بعض الصحف او بعض الاعلاميين كتبوه قالوا ان هو هياخد قرار صادم بالنسبه للجميع. يعني فقرار صادم مثلا ايه؟ يعني اعتقد ما فيش حاجه صادمه غير ان هو يعتزل دوليا، يعني انا دي وجهه نظري. لكن محمد صلاح يعتزل دوليا ليه وهو لسه عنده 27 سنه ولسه قدامه كتير؟ يعني هل تاثرا بميسي ولا يعني مش عارف، يعني عندنا كريستيانو رونالدو خلاص ما بين ال 34 وال 35 ولسه بيلعب مع منتخب بلاده وما فكرش انه يعتزل دوليا. شفنا زلاتان ابراهيموفيتش ما يعني ما اعتزلش غير لما المدرب استبعده، وزلاتان حاليا 40 يعني اعتزل مثلا وهو عنده 38 تقريبا يعني، وما اعتزلش غير لما المدرب استبعده من الاستدعاء بتاع تحضيرات او تجهيزات المنتخب. طيب هل محمد صلاح يعني بالسذاجة اللي تخليه يعتزل دوليا؟ انا ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش حاجة زي كده، وما اعتقدش ان ده قرار سهل ان انت ما تلعبش المنتخب بلدك وانت في عز تألقك. يعني انا اعرف اللاعب اللي يعتزل دوليا ده يكون لعيب خلاص يعني كبر وحاسس ان هو مش هيقدر يفيد منتخب بلده، فخلاص بيبدأ يعتزل علشان يعني الموضوع بس ما يبقاش محرج ليه. يعني شفنا عصام الحضري مثلا اعتزل دوليا بعد كاس العالم وخد لقب اكبر لاعب في بطولة كاس العالم على مر التاريخ، اعتزل تقريبا هو 45 سنة او 46 سنة. طبعا احنا مش بنقارن ارقام اعمار حراس المرمى بباقي المراكز، لكن بنتكلم ان انت المفروض كمنتخب انت تديله لغاية ما اقول لك ايه، طيب ما هم يعني او ما الشعب او الناس تقول لك بطل. يعني طالما فيك نفس وقادر تجري وقادر تشوط وقادر تباصي، لا انت تدي المنتخب بلدك يعني الى ما لا نهايه او الى ما شاء الله. فلو هو ده القرار الصادم، يعني لو ده القرار الصادم اعتقد محمد صلاح ساعتها يعني هينقص عدد محبيه ومشجعيه جدا جدا جدا. يعني احنا بنحب محمد صلاح، محمد صلاح بالنسبه لنا كمصريين فخر العرب وفخر مصر بلدنا. لكن يعني انا عارفين اللي هو ايه، متضايق مقدما وفي نفس الوقت متوجس خيفه، عارف متوجس خيفه؟ يعني اكيد محمد صلاح مش كده، يعني اكيد محمد صلاح مش هيعتزل دوليا، يعني احنا بنقول كلام بس وخلاص، يعني الناس طالعه تقول كلام وكل حاجه، لكن ما اعتقدش ان هو يعتزل دوليا. الموضوع مش بالسهوله دي يا صلاح، انت عليك امال كبيره جدا جدا جدا. مش عشان خاطر اخفاقنا في كاس الامم الافريقيه خلاص الدنيا خلاص اتهدت، لا احنا لسه عندنا بطولات جايه ان شاء الله، وعندنا تصفيات كاس العالم 2022، يعني لسه في ايام ولسه في حاجات تانية مصر رايحه لها، لسه بدري. فطبعا انا ما اعرفش، اكيد يعني اكيد محمد صلاح مش هيشوف الفيديو ده، بس اتمنى ان حد من
يعني الناس القريبة من صلاح يشوفوا يشيروا له. يعني هو الموضوع مش موضوع ان احنا مثلا هنقول لك والنبي ما تعتزلش، لا مش هنقول النبي ما تعتزلش. وانا وجهة نظري ان لو انت اعتزلت دوليا وناس نزلت وعملت هاشتاج على الفيسبوك اللي هو ارجوك ارجع في قرارك وبقى مطلب شعبي وانت رجعت والكلام ده كله، انا الناس دي بصراحة لو اللي هتعمل كده انا مش هبقى حابب الموضوع، ويعني هبقى متضايق جدا من الناس اللي هتعمل كده، لان انا مش هتحرق عليك انك تخدم بلدك. يعني انا ده اصل الموضوع موضوع كبير والله، موضوع انتماء لتيشيرت المنتخب الوطني، موضوع انتماء للبلد، موضوع انا بلعب لاخر لحظة تيشيرت المنتخب. أنا يمكن الناس اللي بتشوفني دلوقتي تقول انت بتتكلم خلاص ان صلاح اعتزل دوليا وانت قاعد بتحاسبه، والله ابدا. بس انا بتكلم ان لو هو ده القرار الصادم اللي الصحف اتكلمت عنه من امبارح، دي كانت مقلوبه يعني، الصحف كتير اتكلمت عنه واخبار في الاعلام واعلاميين يكتبوا، لو هو ده القرار الصادم اللي صلاح ناوي يعمله، يعني مش هقول لك بلاش علشان احنا مثلا كمشجعين كرة في مصر نتحايل عليك، طبعا مع كامل احترامي ليك والله، وانت على راسنا عملت لنا انجازات كتير، او عملت انجازات كتير شرفتنا لنفسك يعني، انجازات فردية كتير ومع فريق ليفربول شرفتنا، والانجاز اللي حصل لنا من محمد صلاح بصراحة هو تصفية كأس العالم، ان هو تقريبا كملها لوحده بصراحة يعني، عشان بما يرضي الله تقريبا مشارك في نسبة 100% من اهداف منتخب مصر اعتقد، بس عشان الذاكرة ما تخونيش، جايب 5 تجوان وصنع جولين حاجة كده يعني. انت راجل على راسنا وكل حاجة، بس لو ناوي تعتزل دوليا نصيحة من اخوك او من اخواتك بقى كمصريين، قرار مش صائب خالص، قرار مفهوش ذكاء، قرار هيخسرك كتير جدا 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 من معجبيك. بلاش، كمل اخر نفس، كمل اخر نفس. بس فانا بصراحة مستاء جدا ان هو صلاح اعتزل دوليا، ومش هعمل او مش هشارك في هاشتاج لو اعتزل. انا عارف الشعب المصري او احنا كلنا كمصريين عاطفيين قوي يعني، عاوز صلاح اعتزل تروح عامل هاشتاج ارجع يا صلاح عشان خاطرنا يا صلاح، فهو يرجع بناء على المطالب الشعبية. لا لا والله، انت مش عايز تخدم بلدك، مش عايز تلعب بتشيرت منتخب بلدك تاني، هو يعني اللعب بتشيرت المنتخب الوطني هو شرف، اللعب بتشيرت منتخب مصر هو شرف لاي حد يتبناه والله. ف مش عايز تلعب بتشيرت المنتخب تاني، منتخب بلدك تاني، لا بصراحه براحتك تمشي عادي جدا ولا اي حاجه. ده لو هو قرار الصدر، لو مش هو ده تتمنى تقوله يعني، عشان احنا مستنيين والناس عماله تخمن وهيطلع عليك اشاعات كتيره فاتمنى من المتابعين لو حد عارف ايه هو القرار الصادم يكتب لنا في كومنت لو عندك اي راي، عشان يبقى ليك الصبر ساعتها نروح عاملين فيديو ان اللي توقع صحيح هنقول اسمه ونقول هو مين، ان هو توقع صحيح. اعزائي المشاهدين، مش عارف اعزائي المشاهدين اللي معقول هيحس ان البرنامج التلفزيوني مثلا على القناه الاولى ولا التانيه اللي هم